سيكم معليش سي بشير تفضل. علاش لحيت 13 اوت؟ والله في الظاهر انه بعيد يعني 13 اوت ما تخيلتش انه يكون فيه يعني اعياد عالميه. كيفاش ما تخيلتش؟ ما 13 اوت بعيد على تقريبا على الاحداث العالميه كل يعني. كيفاش باشير اوت وكالات احنا ندو كونجي في اوت ما عندها ما فيها؟ لا مش كيستعمل الكونجي لا 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 لا, لا, لا يعني لا. كل الاعياد العالميه وكعيد العمال كعيد والله صدقني عيد العلم تقريبا هي كل قريب لبعضها هاك يعني. صح حبيت نسقسيك. اه لو كان دوكا يخيروك يقول لك تطيح انت ولا يطيح ولادك شكون يطيح؟ لا نطيح انا. راح نبدلها لك بصح. لو كان يخيروك تقول لي نطيح انا. ايه بصح انت عندك 200 مليون والزوجه راهي مريضه. ايه تطيح انت ولا يطيح ولادك؟ لا نطيح انا. عبد الرحمن بوعلام عندكم باباكم قوي يدير الصدام ربي يحفظه ان شاء الله. امين يا رب. حبيت نسقسيكم طيحوا انتوما ولا يطيح باباكم؟ طيحوا احنا. اه طيحوا احنا. الله يبارك اعطوني تصفيقه. عبد الرحمن انت قلت تضحك على وليدك ما يسمح كراف انت باشير هذه وين قاعد؟ السي محمد السيد دار قلت له طيح انت ولا بابا قال لي هو بابا تضحك عليه؟ انا جايك عبد الرحمن. اي 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 زيد عبد الرحمن عبد الرحمن بوعلام 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 يا ودي تلفتوها لي بوعلام عبد الرحمن المهم انا لي انت عبد الرحمن بوعلام ايوه طيح انت ولا طيح بابك او ضحك على اخوك حق الفولي ها طيح انا طيح انت أيه. الله يبارك الله يعاونك خويا تقدر تضحك على باباك دوكا يعني هنا ميتين مليون هودي الله غالب ها؟ ميتين مليون تواريخ صعيبة قريبة لبعضها بزاف رانا نخسروا بزاف معروفة هادي وانا نخسروا بزاف درام 13 اوت اللي قلت لي ما فيها والو هي اللي قعدت الاخر ونقدروا نخسروا ديريكتومون بصح قعد عبد الرحمن وبو علام دو زونا نشوفوا اسكو نقدروا نجوزوا لو دوزيام ولا لا انت حاب تطيح كيما هما ولا لا هنا لا ها والو انت حاب ماكش راك دورت رايك انا اسمعني دابا قلت لي نطيح انا دوك تقول لي ما نطيحش واش درا لانه الاشكال الله غالب ماشي كل مره نربحو هاد المره هذه المرة البحنة